المجلس التأسيسي باش يتحمل مسؤولياته. طاهر، اليوم نتسألوا شنية العلاقة بين المثل التونسي القائل جاي مش يربح حسابه بوربيح والتحوير الوزاري المنتظر؟ الأصل أنه هذا المثل لا ينطبق على هذه الحالة، لأن التحوير الوزاري في شهر جويلية كان حل لبوادر أزمة أخذت تظهر وتبرز للعيان وتؤثر على سير دواليب الدولة، ولكن التباطؤ الذي لحق بهذا الخيار وهو التحوير الوزاري تباطأ مكابرة أو جهلا بالواقع لست أدري، ولكن اليوم التحوير الوزاري أصبح هو في حد ذاته مشكلة وإزمة، ولذا لا نقول جاء يربح صدو مربيح، وإنما هذا إنسان خلط مؤخر عوض أن يأتي في الوقت، خلط مؤخر. بعد المثل الصحيح يقول بعد ما تخذش رمك حلا، هو في اليوم السلطة اتخذت، ولكن التحوير الوزاري أصبح مشكلة ما أصبحش حالة علاج، وهذه المشكلة هي التي ستفرك وستدمر الترويك. ما ثماش أزمة، ثم قواعد ومبادئ قاعدين نطبقوا فيها، وطبعا الناس كل واعيين اللي يلزم تكون ثم تنازلات ما الطرف هذا وما الطرف الآخر إذا كان نحبوا نوسعوا قاعدة الشراكة بصفة واضحة للناس كلها وبما يحسن ما بقي من هذه المرحلة الانتقالية. سيمولتي فماشي بوادر انفراج أزمة؟ طبعا نحن كلنا أمل، ونقول لك وبكل جدية لأني نتحدث من قلب الرحى أنه الناس كل واعين بدقة الظرف وعلى شعور عالي بالمسؤولية، وإن شاء الله النتائج تكون طيب. البلاد مش مستحقه الانتهازيين السياسيين، مستحقه شكون يعطي حتى على حساب على حساب يعني اشعاع الحزب نتاعو. فكانت النقاط تتمحور حول اولا التشريك الفعلي في الخيارات الكبرى في السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه، التشريك الفعلي في التعيينات في الوظائف المدنية العليا، تغيير وزارتي السيادة، موضوع التفاوض هما العدل والخارجية، وكان قرار الحزب عدم قبول هذه الوزارات للحزب المؤتمر مجلس الجمهورية، لأن مش الغاية باش نحولوها باش نعطيوها المؤتمر مجلس الجمهورية. فتح الملفات، بداية الشروع في المحاسبة الفعلية وفتح ملفات الفساد لوقف نزيف، لأنه مش فقط الفساد اللي قبل بعد الجافية ولا عندنا فساد جديد. دونك كانت هذه أهم على ما أعتقد أهم النقاط، كما شفت فيها نقاط هامة تهم المرحلة الجاية، رأوا أنه بتحقيقها ممكن إنجاح ولا نجاح ما تبقى، ولا على الاقل انقاذ والخروج من الازمه واعاده الثقه في المواطن، اعاده الثقه في المستثمر، متى تكون عنا بالحق تحييد اكثر ما يمكن الحزب عن الدوله، الحزب النهضه عن الحزب الحاكم، خاطر كي تفاعل اكثر تفاوض اكثر مع الشركاء تبعد اكثر ما يمكن على تحزيب الدوله. دونك هذا فوالا. اليوم ما تمش هذا؟ شوف احنا مش لو ما تمش هذايا، هذا مش بيدينا احنا. احنا قررنا، عطينا مهله تاع اسبوع، لان فتره ما تسحقش، كل ما نجمو نخرجوا نهار السبت، لكن قرار شعبوي هذايا، نخرج عطينا نخرج، والا يظهروا نجم يلوه البعض، ما نجمتش روحك في المسؤوليه، لا، وما عملناش شروط تعجيزيه، راهو المينيموم هذايا، ما يمكن ما تساهل ياسر، كي نفكر كان الحزب النهضه يخرج على شخصنه الحكم، راهو ساهل ياسر، يفكر بعقليه مؤسسات، بعقليه دوله، راهو ساهل ياسر باش ياسر يجيب لها، خاصه انها فيها مصلحه ليه ولينا وتونس. فهمتك مدام سامية، اما كان ما صارش لو مينيمو ما نقعدوش. لا واضح احنا اتفاقنا هذايا معلق، يعني خروجنا معلق على هذه الشروط، مش بقائنا معلق على هذه الشروط. يعني يظهر لي الوضعيه الازمه اللي خلطنا لها توا ما اتاها اساسا ان طويله العمليه نتاع التشاور وكذا، يظهر لي
تحوير وزاري يزم يصير في جمعتين ثلاث، طيب احنا 8 شهور وما نجمناش. يظل هذا اللي خلى الأمر والوضعية توصل لحالة التأزم. السؤال اللي يطرح نفسه، شنو هو المغزى من التحويل الوزاري في حد ذاته؟ لا، أنا قلت قبل أنه التحويل الوزاري هذه كان مجعول بشي لهي والتوانسة، ومن جويلية لليوم وهم ملاهين التوانسة في التحويل الوزاري، مش كان التوانسة برك، والإعلاميين والسياسيين والناس كلها أصبحت مهتمة، في حين أنه اليوم اللي صار في البلاد معناها خطير جدا. اليوم معناها العنف ما عادش ظاهرة هامشية، بل العنف أصبح ظاهرة مركزية معناها في البلاد. اليوم التعيينات اللي الناس معوش بها قاعدة تصير في مؤسسات استراتيجية كبيرة تهم الطاقة وتهم السكن الاجتماعي وتهم المشاكل الأخرى، هذه الكل قاعد يصير، وإحنا لهينا شكون باش يولي وزير شنو وبوشلاكة باش يقعد في الخارجية ولا لا إلى آخره، معناها هذه كلها مسائل قاعدين لهيو فينا بها. ثم كما قلت اليوم خاصة بعد البيان الأخير متاع مجلس الشورى متاع حركة النهضة، يظهر لي أنه التيار المتشدد في حركة النهضة معناها أخذ السلطة بصفة نهائية، معناها بعد أن كان يعمل شوية توافقات مع التيار المعتدل متاعه أو التيار البراغماتي، فأنه يبدو أنه التيار المتشدد أخذ السلطة في حركة النهضة، وكانت معناها أفضل مناسبة لي هو بمناسبتها للتحويل الوزاري هذية. بسم الله الرحمن الرحيم، ساعه قبل كل شيء، معناها الحديث عن وجود شق معناها صخور وشق حمام وشق متطرف وشق معتدل، أنا هذه في حقيقة الأمر أنا لم ألحظ هذه سواء في مؤسسة الحركة أو غير ذلك. المسألة اختلافات في التقدير، المسألة معناها اختلافات في أولويات اللي ممكن تقوم بها أي حكومة لا أكثر ولا أقل. بالنسبة للتحويل الوزاري معنى أنه يجي شخص مثلي أنا مثلا، قلت لسنا في حاجة إلى هذا التحوير هذا اليوم. لماذا؟ لأنه من المفروض أن معناها يعني أنه رئيس الحكومة يعني يشدد قبضة أحزمته، يستدعي معناها وزراءه، يشوفوا الخطأ من اللا خطأ ويتجهوا نحو الإصلاح، لا سيما وهي بالقانون الحالي هي حكومة متضامنة، حكومة متضامنة ووقفة حازمة من الجميع، منا نحن مجلس وطني تأسيسي ومن معناها المخلصين في المجتمع المدني ومن الأحزاب وغير ذلك، من أجل المبادرة بتسريع الإصلاحات. كنت منتظرة هذا التحوير مثل بقية الزملاء، لأني مؤمنة جدا بالتوافقات وبالوفاق، أي أنه ولابد من توسيع المشاركة في الائتلاف الحكومي. كنت مراهنة على هذا المبدأ حتى نساهم كلنا من موقعه في بناء تونس الجديدة. إذا كان ماهوش باش يتم ولذا كان باش تقع فيه كما المشادات السياسية أو ربما كما نعرفش منافسات اللي ولدت ضغوطات، وأقدر أن هذا يعقد الأمور في البلاد. التحوير الوزاري هذا هو أكبر كذبة من أكذوبات التاريخ اللي في التونسي. ثاني حاجة، التحوير الوزاري إذا كان حتى تم هو تحوير اللا كفاءة كيف الترويكا اللي فاتت، وأكثر يمكن حتى لا كفاءة فيه، وزاد هو الائتلاف الجديد نسميه ائتلاف المنشقين على أحزابهم وائتلاف المنشقين على كتلهم، كيف الناس اللي تبعوا في البحر الجلاسي ويساموا وتجرب أصوات الشعب التونسي. التحالف الديمقراطي مازال معني بتطعيم الحكومه. التحالف الديمقراطي ما يتعامش، التحالف الديمقراطي يعطي تصور المرحله الانتقاليه. التحالف الديمقراطي مشكلته مش يدخل الحكومه بقدر ما هي شنو خارطه الطريق اللي باش تعملوها اللي تحفظ معناها امن البلاد وتبعدنا على الحلول القصوى، فهمتني؟ التحالف الديمقراطي عطى اقتراحات في الشيء هذا، وعلى ذو معناها تجاوب الحكومه معها ورئيس الحكومه، علما انه نعرفوا معناها اللي جرى اخر اسبوع في الحزب الاغلبي واليوم ما يشجعش، احنا عطينا اقتراحات وقلنا راهو اذا تم معناها الحكومه بالشيء هذا احنا باش نساندوها سواء كنا فيها ولا مش ساندوها ولا حتى تشوفوا شنو خارطه الطريق اللي مشات لنا وشنو اللي احنا قلنا. لو كان السيد رئيس الحكومه يجيب لنا حكومه فيها تحييد وزاره السياده، فيها كفاءات، فيها عدد صغير، فيها اتفاق على المرحله الانتقاليه وعلى هيئه تعديليه، فيها معناها نبذ للعنف باجراءات وليه واضحه، باش نصدقوا عليها مهما كانت.
اما هذايا مش ممكن دو خطر. اخر سؤال جوستومون، تصريحات حركه النهضه او اطراف من حركه النهضه كلها متجهه نحو عدم تحييد وزاره السياده، المطالب اللي ذكرتها انت سيادتك تو الكل مش موجوده، دونك اليوم في كلمه نجم نقولوا انه التحالف الديمقراطي مش معني بالتشكيله الحكوميه الجديده؟ اذا هذا يتم بالطبع مش معني اصلا، معناها ابقى نقول الاطراف هذه ما تعاودش تخلط الماضي، معناها عام 90 نفس الاطراف هذه في حركه النهضه دست البلاد الخير قال الاقصى، وكان ثمنها 22 سنه من قمع الحريات ومن الدكتره ومن النهب ومن منع كل تدين في البلاد، ما لازمش تعاود تقرا التاريخ كيف كما عملته عام 90.